مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. قبل ما نعطيو كلمه الختام للي شاف نحب نعاود نشوفوا سبوت الخاصه بالبرودوي نتاعنا دلوا البرنامج الماتينال اللي هو هيركس البرودوي اللي الناس ممكن تعاني من بعض المشاكل في شعرها. ننصحوهم يستعملوه اللي هو برودوي امن مهما كانت عندك امراض ولا اي حاجه راك تستعمل بقدره ربي في 4 شهور تلقى نتيجه قولوا 3 شهور راح به البرودوي في شامبوان في لوسيون في كومبليمون اليمونتير. اكثر معلومات نجم تطلبوا 74 441 999. ونذكركم اللي هو مصنوع بتقنيه السويسريه امضاء لونفول فارما. وما تنساو شكل لافيش الموجوده على باج الماتينال، تمشي وتعملوا جيم على باج الماتينال، تاجيو 3 من صحابكم وتبارتاجيو لافيش هذه بقدره ربي توصلكم الباك اللي فيها تاع 3 شهور معناتها كيور 3 شهور من اهداء هيركسل. نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إيركسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إيركسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إيركسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إيركسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إيركسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. برودوي هيركسل تلقاو في كامل صيدليات الجمهورية التونسية، وكان صيدلية نتاعك ما فماش تمشيو لهم وتقولوا لهم جيبونا البرودوي هذا بقدرة ربي يجيبوها. نمشيو نختموا مع لي شيف. مرحبا فاطمة، وصلنا للختام مع الشيف فتحية، نعاود نذكروا شنو عملنا. ألوغ أنا اليوم اخترت باش نعمل حاجتين اللي هي الشاباتي المهدية، وعملت لي بالي بغوتون معاهم كريمة بالزهر هذا المولود الجديد نتاع سمارت شيف. ألوغ الشاباتي المهدية سميد وردة الجويد وفارينة سبيسيال بيتزا وردة، بسستهم دوبليش معناها ما يلزمش تبسيس، خميرة سمارت شيف انستونتاني، عجنتهم مع بعضهم شوية سكر شوية ملح وشوية ماء معدني ديليس. ديما نقول لكم وين فما خميرة انستونتاني حطوا ماء معدني ديليس. عجنت العجينة متاعي خليتها تخمر، خمرت حليتها حطيت فيها جبن مرياح، تنجموا تختاروا اي نوع جبن مرياح، وانتم تعرفوا اللي الكل باز بتاعو حليب والكل يذوب في وسط الشاباتي نتاعي. هريسه سيكام بالطبيعه وتن الموجة، اليوم انا اخترت تن الموجة اللي بزيت زيتونه خاطر به هو عجنت الشاباتي نتاعي، لكن وقت اللي حليته حطيت دهنت السرفاس نتاعي وحليت الورقه نتاعي بزيت ديو نجمه خاطر يتحمل السخانه وتغزو انتم النتيجه نتاع التطيب كيفاش تجي شبابه وقت يبدا الزيت من برا ما يتحرقش. مع هذا عملت لي بالي نتاع البغوتون اللي هما سابلي، فيهم زبده مرياح، فيهم سكر بالزهر سمارت شيف، شويه خميره سمارت شيف، فارينه سبيسيال جاتو ورده واصفر عظم، وريتكم تكنيك بتاع قدينهم بحذاهم هما. عملت كريمه اللي بالزهر الممتازه هذه سمارت شيف وذاقها ايوب، مطعمها بنين، ريحتها بنينه برشا فاوحه فريمون، وقت تاكلها تعطيك ريحه الربيع حاجه ممتازه. ان شاء الله تكون عجبتكم برت اليوم، ونقول لكم ابعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال. الى اللقاء. يعطيك الصحه شيف فتحية. انا حضرت اليوم الكمونيه بالقرنيط، كيف ما قلت لكم يكفي انكم تاخذوا زيت نجمه ديو بلس تحطوه يسخن شويه مش برشا، وحطوا فيه طريف كمون، وقتها سقطوا فيه صباعات نتاع القرنيط قصوهم صغيرات شويه، خليهم يتقلاو وغطيهم على نار هاديه ليل القرنيط يسيب الماء نتاعو يطيب فيها كيكة مده 24 ساعة 20 دقيقه، وقتها فوحوا الكمونيه نتاعكم، حطوا لها شويه طماطم سيكام معجونه ومعها شويه هريسه من عند سيكام، شويه فلفل زينه، امرقوها شوي وخليوها تطيب. هذه الكمونيه بالقرنيط، في بعد ما تطيب في الاخر نحطوا لها سنتين ثومه كيكه نهرسوهم معاهم قرين فلفل اخضر، وما ننسوش نعاودوا ونحطوا لهم الكمون باش تجي ريحته زاكيه وطعمته بنينه. بالنسبه للفلفل اختياري، اللي يحب يحط قرينه فلفل راهو حاجه اختياريه. هذه الكمونيه في التقديم ما تنسوش تحطوا شويه بصل شويه معدنوس تقصوهم جيدين، يعطيوا نكهه ممتازه للطبق نتاعنا. بالنسبه للسلطه حبيت نقدم لكم معها سلطه تشبع اليوم، اخترتها بالبات
اللي هي شربة لسان عصفور من عند وردة نمرو 2، صمتها في الماء بعد بردتها شربة وعملت لها شوية زيت نجمة دويو بلوس دونك باش تبقى تلمع وتبقى مفركة كل كعيبة وقتها. فوق منها زدت طيبت شوية جلبانة، طيبت شوية سفنارية، مكعبات صغار، حطيت معاهم ميس، حطيت معاهم معدنوس، وما تنسوش تفوحوها بالزيت البنين متاع التن متاع البدر، تخلطوها مليح مع عصيرة قارص، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وتحطوا معاهم مكعبات متاع فخماج فيمي من عند مرياح حكا تكمل بنة السلطة. ما تنسوش كي تقدموها عظيمة تصمتوها تكون يابسة، فوق منها طريفات التن اللي اخترناهم من عند البدر بزيت زيتونة. إن شاء الله الوصفات هذه تكون عجبتكم مشاهدينا، ومتأكد لي أنتم باش تجربوها في الدار. إذا بتحبوا تاخذوا أكثر دبارات لكل يوم شنو باش طيبوا وشنو فطور وشنو عشاء، ديما تلقاوني أنا وشيف فتحية الشواشي في برنامج الماتينال. من عندي نقول لكم بالسلامة. مشكورين لي شيف لي غوسيت هذوما كل تقام على باج الماتينال. نجي معك صفصوف فاطمه. ديما الختام يكون بشكر لي سبونسور نتاعنا اللي مدلينا ولاهيين بينا. نبدا بالارتيست كوافوري من بور لا ميزون بوتي واللي تلقاوه في حي الواحات العوينه، باج فيسبوك اي باج انستغرام الارتيست كوافوري من، وعملوا طلع ديما على لي برومو الهايلين في شهر نوفمبر والبلاك فرايداي والجو هذاك الكل. كيف كيف غوميرسيمون الجايس اللي قاعد يلبس فيه، تلقاوه في سكرا ياسمين الحمامات ونابل يلبس نساء ورجال صغيرات وصبابط وسيكان اكسسوارات وديكوراسيون للديار، كوم باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال. وزيد كيف كيف راهو عاملين دي بروموسيون اكسبسيونيل وبلاك فرايداي وبرشا افاريات وتخفيضات توصل حتى 50%. مشكوره صفين. كيف كيف نشكر سونتر دي ستيك باك ستيج، تدخلوا على باج فيسبوك والانستغرام تلقاو حتى هما عندهم بلاك فرايداي، وكيف كيف عندهم دي باك معناتها اسوام ياسر معقوله ميزانين برشا. ادخلوا واكتشفوا اطلبوا باك ستيج. كما نشكر البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي ان دم، تلقاوها في طريق سكرا باج فيسبوك وانستغرام سي ان دم سكرا. نشكر انزو شوز تلقاوها في المنزه السابع بحض سونتر اكرام. كل جمعتين عنده كوليكسيون جديده للكبار وللصغار. باج فيسبوك نتاعهم هي انزو شوز، بالنسبه للانستغرام انزو شوز اوفيسيال. عندهم برشا حاجات مزيانه للصغيرات، امشي ودلوا صغيراتكم. بالنسبه لي انا زاد نحب نشكر ليكيب الاعداد زميلتنا هاله بن جمعه وزميلنا رشد البي، ميرسي بوكو زاد ايكيب تكنيك نتاعنا، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بالسلامه. وردة سرها المحبة. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين.
وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته موش نورمال. تيوين الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش مسرب، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف ما سهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبنات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة. أوديليس المال جديد متاع دينيس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك.